جزيرة شوكولاتل إلى جزيرة تاهيتي. بهالجزيرة تحط المرأة الجميلة وردة خلف الإذن اليسرى إذا كانت تبحث عن زوج، وخلف الإذن اليمنى إذا حصلته. طيب إذا حطت وردتين شو بيستوي؟ أو إذا راحت تتجمل في مستشفى المشاهير شو ممكن تطلب؟ نتابع. طبعاً نحن رحلتنا تجميلية مع مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية بتبدأ بعد لحظات. هم بحضركم أشياء وايد حلوة، لكن قبل أنا أحب أعرف أنتي سونيا شو أكثر شيء مضايقنك في عمرك، وماهر شو تبغى تغير حق ليلة عمرك؟ بالنسبة إلي هاي المنطقة هاي الترهلات تحت العيون، بس يعني بتعطيني عمر أكثر لأنه ما شاء الله ليش ما يبغى شيء؟ الله يخليك أنت أحلى، بس فعلاً هاي بتعطيني عمر أكبر. حلو الجراحية ولا غير جراحية؟ مهما يكون شو ما يكون، بس أنا عاوزة أرتاح منها هاي، عاوزة أتخلص منها، خاصة يوم زفاف عاوزة أبين أصغر وأحلى وأمورة إن شاء الله أكيد. وماهر؟ أنا عمري كبير ليلة العمر هايدي إني شغلة وحدة إني أشيل كرشة البطن اللي عندي. شو هالكرشة؟ كلها منك يا سونيا صح؟ لا والله. تطبخي لها أكلات تونسية وايد؟ أكيد. حرة. لذيذ أكلها؟ حلو؟ واضح صراحة. بتمنى اني بس اعمل عمليه او تجميل عشان تنشف البطن حتى يكون ليله العرس فتي ورشيق وانيق وتعيب العرس والدبكه الحلوه. صح. انزين، طبعا مستشفى الاكاديميه الامريكيه للجراحه التجميليه مقدم لكم باقتين تجميليات، الاولى اسمها عروس الثرماج حق سونيا، والثانيه اسمها عريس الزيرونا. شو هن يا عبد البقات؟ شو هن؟ نعرفهم الحين مع الدكتوره منى. هلا انت عريس ما بدنا نلجا لعمليات التجميل، بتعرف عنا حل بديل هو جهاز زيرونا. جهاز زيرونا مبداه بسيط جدا، عباره عن شعاع ليزر، طبعا ليزر يعني ضوء، بيجي على طبقه الدهن الموجوده تحت مباشره تحت الجلد، بيعمل مثل ثقب صغير بالخليه الشحميه، هالشحم يتسرب برا الخليه بيختلط مع سوائل الجسم وبعدين ينطرح. اوكي، فاللي بنأكد عليه اهم شيء بجهاز زيرونا انه تشرب يوميا او حتى اثناء الجلسات من 2 ل 3 لترات ماء خلال اليوم، والعلاج حيكون every other day، يوم اي يوم لا. تماما، بدنا شوي من طرفك، شويه اكسرسايز، شويه دايت مشان نحصل على النتيجه المطلوبه، لانه خاصه عكسك قريب ان شاء الله. ان شاء الله انه جهازي يقدر يشيل لي هالاشياء الموجوده عندي، لانه انا متضايق كثير من البطن اللي عندي، فعندي يعني مخرب لي جسمي كله، لا قادر مثلا البس منيح ولا قادر حتى انام منيح يعني من ورا بطني. فسمعت عن هالجهاز وان شاء الله انه يقدر يلبي لي هالطلب اللي بدي اياه ويخليني ارجع احس حالي اني انا نشيط جدا وانسان عادي. اوكي، وان شاء الله وانه بدون جراحه، يعني هذا كمان شيء منيح انه خليني اتشجع على هذا الموضوع، لانه هذا بدون جراحه واعطيني ضمانات كثير منيح علي. فبشكركم وبشكر زيرونا لأن خلتنا هالموضوع بليلة العمر. اهلا وسهلا فيك يا سونيا. اهلا وسهلا فيك. طمنينا عنك. الحمد لله. الحمد لله. طمنوني عن ماربين. اخذنا لك اياه. ذبحنا لها. شوفي. في الزيرونا هلا مبسوط ومو سائل على حدا، بده يخلص من الكرشه هلا ان شاء الله. هلا بيخلص منها اليوم؟ لا مو اليوم، اليوم طولي بالك. استعجل اكثر منه. الناس بتساعديك. ان شاء الله. ما باكله. يلا كله خير. هلا انت مشانك الثرماج، حنعمل ثرماج ايز. بتعرفي انتي اعطيكي فكره سريعه عن جهاز الثرماج. عباره عن جهاز بيعطي نبضات مثل الراديو فريكونسي ويفز، النبضات السعويه اللي بتحفز الكولاجين الموجود جوا الجلد. هلا نحن عاده هي التب فيها عدد معين من النبضات،
بتعطيكي مثل حقاقة، بتحسي حقاقة سطحية جدا، ما في أي إزعاج إن شاء الله. فيها بيكون فيها التنشيط عرفتي للكولاجين الموجود، وبتشوفي النتائج إن شاء الله شهر بعد شهر بإذن الله. طبعا هلا انت عروس، ما بفضل اي عمل جراحي تعمليه، يعني عكسك قريب كثير، فلذلك هذا الجهاز هو الحل الامثل لك. تمام.